في عام الكوارث تضاف كارثة جديدة، انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت، أصداؤه تصل إلى جزيرة قبرص في عمق المتوسط. المشافي اللبنانية غصت بالجرحى والضحايا، وآثار الدمار تقول إن قنبلة نووية مرت من هنا. عصر الرابع من آب عام 2020، هز انفجار ضخم أركان العاصمة اللبنانية بيروت، شكل دائرة يصل قطرها إلى 8 كيلومترات وفق التقديرات الأولية، وتسبب بمقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4000، لدرجة أن هناك من شبهه بانفجاري هيروشيما وناكازاكي النوويين. انفجار مرفأ بيروت ليس الأول في التاريخ الحديث، فقد سبقته كوارث ضخمة ضربت عدة مرافئ بحرية، خلفت مئات الضحايا وآلاف المشردين. فاجعة مدينة تكساس قبل 73 عاماً من انفجار بيروت، تحديداً في 16 من نيسان عام 1947، حدث انفجار ضخم في سفينة شحن فرنسية تحمل 2300 طن من مادة نترات الأمونيوم، أثناء محاولة تفريغها عند أحد أرصفة ميناء مدينة تكساس الأمريكية. انفجارات متتالية أوقعت 941 قتيلاً و5000 مصاب، وشردت 2000 شخص بعد تدمير نحو 500 منزل، إضافة لخسائر مادية قدرت بحوالي 600 مليون دولار. انفجار هاليفاكس في 6 من كانون الأول من عام 1917، اصطدمت سفينة فرنسية تحمل 2400 طن من المتفجرات بسفينة نرويجية في ميناء مدينة هاليفاكس الكندية. الاصطدام أدى لنشوب حريق في السفينة الفرنسية التي هرب طاقمها بعد فشلهم في إخماد الحريق. تسبب الانفجار بكرة نارية عملاقة ارتفعت نحو 6 كيلومترات في الهواء، وأحدثت موجة بحرية ارتفعت أكثر من 18 متراً، ودمر مساحة 2.5 كيلومتر مربع من المدينة الكندية، وتسبب بمقتل 2000 شخص وإصابة 9000 آخرين.